احنا الحين معاكم في الجلوبال انتربرينورشيب سمت ومعانا انذر انتربرينور. تعرفنا باسمك؟ اوكي صحيح، انا نادي شماله من لبنان، من ستارت اب تبعها هي كاكتس. كاكتس دوت كوم ولا كاكتس اب؟ كاكتس اب، كاكتس اب دوت كوم، وهي موبايل اب على الايفون هلا. اوكي شنو تعملون؟ فالفكره اللي بنعمله نحن بنخلي كل العالم فيا الاب تبعنا يحققوا الاهداف تبعهم شو ما كان الهدف. اذا كان هدف صغير مثل مثلا بدي سافر على دبي، ما زلنا هون، كيف بدي اقدم على فيزا، سو كيف بدي اعمل كمان تطلع لي هالفيزا. ستيب 1 الخطوه مثلا الاولى بدي اجيب باسفاري اعطيه لهذا الزلمه، ثاني ستيب بدي اجيب بدي يكون عندي المبلغ، بدي اجيب صور. سو كل ستيبس واحده واحده بيجي اليوزر تبعنا المستهلك بيلاقيهم على كاكتس، بنزلهم كلهم بيجوا مثل اذا بدك تو دو ليست فورمات، هيك بيجوا عنده ستيب باي ستيب، بيعمل تيك كل ما يخلص وحده هيك بيفوت على الكالندر تبعه، بيصيروا يذكروا انه اليوم عندك بدك تعملها، اليوم بدك تعملها. السؤال الحين يعني انت عندك هذه المعلومات قبل يكون مثلا انا عاوز اطلع فيزا حق اليابان مثلا، اوكي انت تكون عندك المعلومات اوريدي ولا تروح تجمعها وترد لي خبر بعدين؟ هلا هلا نحن الفكره شو، هلا لما بدنا نفتح بجانوري رح يكون عندنا اوريدي كل المعلومات اللي عايزينها. رح نبلش بالتلاميذ اول شيء، يعني كل الجامعات كيف بدك تقدم على هالجامعه هذيك الجامعه، شو السكولرشيب، سو شو ما كان بدهم التلميذ رح يلاقوا. هيدي اول ستيب. بعدين رح نكبر على الفيوز، كل شيء فيوز والمعاملات بالدوله. بقى رح نحط نحن بلش نروح عند السفارات نقول لهم نحن فينا نعطيكم هذا، نعطيكم هذا سيرفيس، رح نخليكم توصلوا المسج تبعكم لزبوناتكم بسهوله اكثر. اول شيء نحن بنجي بنكتبهم كلهم بايدنا بنفرجيهم اياها، بعدين هن بديهم السفارات هن يبلشوا هن ياخذوا الانيشيتيف انه يصيروا هن يكتبوا الكونتنت تبعهم يحطوا. فلان انتم قاعد تحلون مشكله اللي هي ان التعامل مع الحكومه وايد مؤذي وبطيء وهذا، فانت عاوزين تحلون هذه المشكله. مزبوط، نحن بدنا نظبط كل هذه المعاملات اللي خصوصي انه واحد بيقضي ساعات بيروح يجيب ورق من هون ورق من هون لاخر شيء يقدم على المعامله وشو تنرفض. ليه؟ لانه نسي هالورقه وما مدى هالورقه. بقى نحن كلنا عايشين بلبنان وبرا بكل هالمنطقه، يعني ما عندنا هيك جايد لاينز مضبوطه كيف كذا بدنا نعمل، وما عندنا اياهم بالعربي كمان. فانت فوكس على لبنان بس او في البدايه؟ نحن اول شيء عم نجرب مع لبنان مع الجامعات بلبنان، بس اكيد على السريع بدنا نروح لكل الريجن، نبلش بمصر واردن ونطلع كل المينا. يعني مش هيك نحن هون هلا لنشوف العالم لنعمل كونتاكتس لنعمل بارتنرشيبس كملتها نكبر قد ما فينا بسرعه بكل المينا ريجن، ولبعدين نروح كلهم عم بيقولوا لنا رجعوا روح على اليوروب رجعوا روح على اليو اس، لانه الماضي طبعا هو هلا وحيد بالعالم. يعني ما حد وده يتعامل اصلا مع الحكومه او يسوي كل شيء. هذا التيشيرت الحين هذا شركتكم؟ شوف خلينا نقدر تدي تيك افولو. حلو تمام اوكي. الحين سؤالي انت متى بديتوا؟ زين متى ابتدى الفكره؟ وهل عندكم فاندنج ولا شنو الموضوع؟ نحن بلشت الفكره بجولاي وطلع لنا سيد فاندنج من سيكونس اكسلريتر بروجرام ببيروت، ونحن هلا بعنا دوب سيكونس اكسلريتر بروجرام، ونحن هلا بعنا بالبروجرام فيز لحديت مارتش اخر مارتش. سو هن اعطونا الفاندنج تنبلش، اعطونا المنتورشيب واعطونا كل النصايح لنبلش. هي المصاري اللي بيعطوهن للستارت اب سنه 78000 دولار. حلو ليبلشوا منهم نصهم كاش ونصهم سيرفيسز. سو هولي رح يخلونا نمشي لست شهور، واخر هالست شهور رح يكونوا بلبنان، واول ما يخلصوا بنقبل انفستمنت وبنروح على كل البلاد العربيه. اوكي يعطيك الف عافيه ومشكورين والله يوفقكم ان شاء الله. ميرسي كثير، ميرسي كثير لكم. الله يسلمك. ثانك يو. شكرا شكرا، مع السلامه.